عندما تعمل في الإعلام الاستقصائي أنت تثير ما هو من أخطاء عند غيرك، وبالتالي قد يكون هنالك ردة فعل ما حول هذا الجانب. من هنا يأخذ اتحاد الصحفيين هذا الدور بالتعريف ولو كان على مدى يومين من خلال هذه الورشة الإعلام الاستقصائي حاجة وطنية، من أجل تعريف الناس بهذا الجانب فيما يتعلق بالإعلام، إضافة إلى أنه هو جزء من خطة لاتحاد الصحفيين ما يتعلق بالتأهيل والتدريب. الورشة حتركز على أكثر من محور، حتركز على الاتجاهات المعاصرة ورؤية الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتمييزه للصحفي الاستقصائي عن الصحفي التقليدي، للتحقيق الاستقصائي عن التحقيق التقليدي، من جهة أخرى أدوات وتقنيات تنفيذ الاستقصاءات، إلى جانب الأطر الأخلاقية التي يجب أن يعمل فيها الصحفي مع أسس حماية الصحفي وكيفية عمله. سأستعرض بعض التجارب وخاصة التجارب السورية في هذا المجال، لأننا قطعنا مرحلة لا بأس فيها في مجال الصحافة الاستقصائية، لكن أكيد نحن بحاجة إلى تفعيل أكثر لهذا الدور. التأهيل والتدريب يجب أن لا ينتهي، يعني لا يتوقف في مكان، يعني خريج الصحافة لا يتوقف عندما يتخرج من الكلية. عملية التأهيل والتدريب يجب أن تستمر بشكل دائم، عبر ورشات، عبر دورات، عبر امتلاك مهارات وتقنيات حديثة في مجال الإعلام. كل يوم هناك شيء جديد في 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 عالم الصحافة وعالم الإعلام، وخاصة في وجود سوشيال ميديا. اليوم كل مواطن صار صحفي، لذلك بحاجة أن ننقل هذه المهارة وهذه التقنيات لصحفيين الذين يمارسون الصحافة التقليدية بشكل أو بآخر.